قضت إرادته بجمعنا وحضورنا لنتأمل ما أوحى وكيف به نعمل. اللهم لك الحمد فأتم النعمة وتولنا بما أنت أهله في كل شان ومهمة، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك. قومنا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد سمعنا كلام ربنا جل جلاله ودعوته إيانا على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله توقوا سخطه وغضبه والحجاب عنه والبعد منه وعذابه وعقابه الذي لا يطاق، وكونوا مع الصادقين الذين صدقوا معه جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم ألحقنا بهم وأصدقوا الخلائق الأنبياء وأصدقوهم محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى النبي هود وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وعلى أصحابهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دعانا الرب أن نكون مع الصادقين محبة ومجالسة وتذاكرا ومشاورة وحضورا وأخذا واقتداء وتشبها، وكونوا مع الصادقين. وبين أن الصادق لا يطيق أن يتخلف، فقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. لهم وحدهم ولنا نتخلف؟ لا 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 لهم ولا لنا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، كل من بلغته الدعوة، كل من عرف أن هذا عبد المقرب مصطفى محبوب عند الله، ما يحق له يتخلف عنه، ما يحق له ينقطع عنه بأي شيء يعرض له في الحياة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، بل لا يطيب لهم العيش إلا معه وإلا به. وبلغ هذا إلى حدود الحس عند الرعيل الأول من الصحابة، يذكر أحدهم وبين أهله وأولاده في محل ظله ومحل راحته، فينزعج ويقوم يخرج حتى يراه. انظر، هو في هو الآن في المسجد، هو في الشارع، هو في البيت، هو في السفين، ويترقب حتى يراه ولا يهدى باله ولا ضميره حتى يراه. وفكروا إلى حد عالم الحس، إلى حدود واسعة في التفكير أيها الأحباب. قالوا في الآخرة: أين نكون وأين يكون؟ هذه الدنيا وستنقضي، لكن هناك حياة الأبد، فين نكون منه؟ إن كان إلا حور وقصور وأنهار وأشجار، مما نشوفه ولا نجلس معه ما يفيد هذا. إيش؟ الأنواع النعيم في الجنة من دونه ما تفيدنا. الله، إيش تبغوه؟ إيش هذا الفكر؟ فكر بجماعة من الصحابة، أما بعضهم لما غلب عليه هذا الفكر ما عاد قدر يأكل، ما عاد قدر يشرب، ما عاد قدر ينام. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لا أكل لا شرب لا نوم، هزل من الهم وقلة الطعام، اصفر لونه من قلة المنى. يرى صلى الله عليه وسلم: ثوبان ما لي أراك مصفر اللون نحيل الجسم. التفت إليه قال له: محبتك. ما شان محبتي؟ قال: إني أذكرك وأنا بين أهلي وولدي فلا أصبر حتى آتي وأنظر إلى وجهك. ثم ذكرت الآخرة فقلت: إن أنا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلتها كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك. هذا الذي كدر علي عيشي
وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. أنت واحد من أمته وقطعت سنين في الحياة هذه، فين وصل بك الشوك؟ ارتضيت التخلف في كثير من حياتك، في كثير من أوقاتك، في كثير من أعمالك، رضيت تتخلف عنه؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وذلك أنه إذا صحت التبعية له فالفوز والربح مضمون في كل فعلة وقولة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغدر الكفار، ولا ينالون عدوا إلا كتب لهم به عمل صالح، فازوا وسعدوا وحفظ لهم وادخر لهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واد إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. كتب لهم هذا بسبب التبعية، بسبب المحبة، أي أخلصوا في الأعمال لوجه ذي الجلال فصارت ربحا خالصا وفوزا محققا، وإلا فما قيمتهم وقيمة أعمالهم إن لم يقبلها. العظمة لله وحده، وإنما يعظم الشيء بحسب ما أفاض الحق عليه، وبذلك أعمال الناس كلهم في حد ذاتها في نسبتها إليهم حقيرة مثلهم، صغار ضعاف لا يملكون شيء. ولكن إذا غضب على أحد بفعل كان هذا الفعل وخيم، وكان عظيم في البعد، عظيم في البلية، عظيم في العذاب، عظيم في الطرد. وإذا قبل من أحد عملا ورضي به كان هذا العمل عظيم، عظيم في المثوبة وفي الجزاء وفي النعيم وفي القرب. ما عظم بالإنسان، عظم بقبول الرحمن. عمل هذا عظم برضا ربه وقبوله إياه، وعمل ذاك عظم في السوء بغضب ربه وإعراضه عنه وعدم قبوله له. إذن كما قال سيدنا علي: لا يقل عمل مع قبول. كونوا بقبول العمل أهم منكم من بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع قبول. عمل كثير 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 من دون قبول قال ما ينفع، أنت وياك كل شيء، لكن يقبل الحق منك. إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون التمرة كجبل أحد، تمرة لكن مخلص الوجه لا وانفقها في محلها ترجع مثل جبل أحد في الميزان تمرة. وإيش تساوي التمرة؟ حتى قال اتقوا النار ولو ما عادوا تمرة كاملة، شق تمرة بشق تمرة تقيك النار. كم كبر النار وكم كبر شق التمرة؟ هذيك شق الصغير، هذاك حق شق نصف التمرة يقيك حر نار السعير بكل ما فيها من طبقات، يقبله الله منك فيعظم. فالعظمة في عند العظيم جل جلاله. إذا قبل منك العمل تحول عظيم، فيحتاج كل القائمين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يحسنوا الإخلاص فيما يقومون به حتى يقبل. فإذا قبل العمل تحول إلى عظيم، إلى كبير، إلى جليل، إلى فوز. وإلا صلح ما شئت من مؤسسات ومن معاهد وسمها ما شئت وقومها وطلعها وسمها، إن بغيتها باسم حزب وإن بغيتها باسم هي وطلع وانزل. إذا ما عنده قبول ربما أدت إلى متعب حتى في الدنيا، ربما أدت حتى إلى ضرر في الدنيا، وظاهرها طاعة وظاهرها عبادة وظاهرها دعوة إلى الله، ما قامت على الوجه الذي يقبله الرب جل جلاله. فإذا قامت على الوجه الذي يقبله عظمت بعظمة الله وأثرت ونفعت. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، أيهم في سبيل الله؟
نفهم كلهم حل واحد. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بس هذا وحده. فأنزل الله مصداق ذلك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد جل جلاله وتعالى في علاه. أنتم في محاضر العطاء والجود وفي مواطن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والزيارة هي جملة من شرائع الأنبياء كلهم، زيارات الأنبياء وزيارات آثارهم وزيارات عموم المسلمين، حتى جاء أن النبي سليمان وصل إلى هذا الشعب وأمر الريح أن يقف فيسلم على النبي هود. جاء في ذاك في الرواية يقول هذا الشاب لسيدنا علي لما أسلم على يده يقول له كان للنبي هود ذكر في منطقتنا وفي بلدنا، فمشيت أنا وشباب حتى جينا إلى الأحقاف وحتى وصلنا إلى عند القبر، فكان يخاطبه سيدنا علي وسلم يقول إني سمعت الخبر عنه من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمر خير، ولكن مضمون ومنطو في هذا الخير، خير أعظم لصقل هذه القلوب بأنوار الصلة بالله والاستعداد للتوصيل به كما سمعتم والتقريب إليه جل جلاله وتعالى في علاه. هذا استمرت الزيارة عهود الأنبياء وجاء الإسلام كذلك، وبعد عهود الإسلام والناس يأتون، وكان للعرب سوق يعقد في هذا الشعب في كل شعبان أيضا كان. فلما رأى الأرسال يأتون والجماعات يأتون والطواف يأتون الفقيه المقدم وكل انزار وراه، قال هذه فرصة لأن يجتمعوا يفكروا في مهماتهم واجباتهم بينهم وبين الله ويقومون بمهمات الشريعة في ديارهم وأعمالهم، يجتمعون مرة على ذكر واحد يكون لهم كلام واحد وخطاب واحد في جماعة. وأسس الزيارة بهذا التأسيس، فمن عهده استمرت، مرت عليها الآن من حين أسسها الفقيه المقدم إلى سنتنا هذه نحو 700 سنة وهي مستمرة. مرت ظروف الأحوال منها أيام الشيوعية وشدتها في البلد، 4 أو 5 سنين ضعف الناس وصار يحضر قليل والعلماء ما يتمكنوا من الحضور ولا ما تقول، ولكن ما انقطعت استمر، لأن الأصل ما هو مرتكز لا على الطائفة ولا على جماعة ولا على قبيلة ولا على مال فوق. لما اتصل أصل فوق قال له 700 سنة تستمر تدوم إلى هذا الحال، ربما تتجدد ربما خيرتها اليوم يحضرنا بعض ما جمعكم هذا، أحد يشوفها في الحرمين وحد يشوفها في الشام وحد يشوفها في المغرب وحد يشوفها وتنقل إليهم عبر الوسائل اليوم، قلت يزيد خيرها يزيد أثرها يزيد بركتها، ما كان للباقي بقي، ما كان للباقي، ولذا سمى الله الأعمال الصالحة سماها باقيات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وفي هذا يقول الحق، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. وكم حصل من مظاهر خير من ذاك الوقت إلى اليوم، راح ذا وراح ذا وراح ذا، وليش أكثر يروح وبعضه يبقى ويستمر؟ ما كان لله دام واتصل، ما كان لله جل جل دام واتصل. فيحضم حال هذا الصادق الذي ما رضي يتخلف عن محمد، فانطوى في ركب محمد، لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيله ولا يطوم موطن يغلقوا علينا إلا كتب لهم به عمل صالح محفوظ، وهم لهم به حظوظ وخير يفيض، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فين كتب لهم؟ كتب لهم عند من؟ وإذا كتب لهم عند الله، فما تظن أن تكون النتيجة، ما تظن أن تكون الثمرة، إلا كتب لهم وبعدين ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ويجزيهم أحسن، واللي ما هو أحسن يسامح ويعفو، بخلي الجزاء بالأحسن بس والباقي عفو جل جلاله وتعالى في علاه. ما أحسن معاملته، ومن معانيها ما جاء في بعض الآثار أن الله يقول لمن أحبه من العباد ومن وفقه، يقول لهم الملائكة انظروا أعظم حسنة ضاعفتها له إلى كم،
يقول يا ربي الحسنة الفلانية ضاعفت له الآلاف الآلاف من الضعف. قال اجعلوا جميع حسناته مثل هذا، كل الحسنات حقه صلحها مثل هذه ضعفها. سبحانه، والله يضاعف لمن، والله يضاعف لمن يشاء جل جلاله وتعالى في علاه، ليجزيهم أحسن ما كانوا، أحسن ما كانوا يعملون. هذا الذي ذكره في شأن المرتبطة قلوبهم بالذكر وبيوت الله، يقول سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا التجارة والبيع وغيرها من المهن في هذه الدنيا إن ارتبطت بذكر الله تعالى وقامت على أمر الله صارت من ذلك الخير إلا ذكر الله وما والاه، وإلا كلها لعب، كلها ترجع بعد ذلك لعب. كل من قطع عن ذكر الله فهو لعب، ها؟ ولو كان صورته عبادة، لكن انقطع الباطن عن حقيقة ذكر الله وهو من جملة اللعب والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا والعياذ بالله. ولكن أرباب الجد في الدين، أرباب الصدق في الدين، والذي سمعتم الحديث عنه يذكرون موقف من المواقف الصحابة عليهم بينهم البين في حياة صلى الله عليه وسلم، تشوف الدموع تسيل من العيون كذا كذا، يذكرون الشوق إلى لقائه فتراهم تفيض عيونهم عليهم رضوان الله تعالى مما عرفوا ومما شغفوا وأحبوا عليهم رضوان الله، حتى صار في سيرة الواحد منهم من الساعتين والثلاث الساعات تمر عليه في بكية شوق، في بكية شوق تمر ساعة ساعتين ثلاث ساعات في الليل وهو باكي شوقا إلى لقاء رسول الله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما يكون لنا أن نتخلف. وجينا إلى مواطن الكرم لنزداد إيمان ويقين إن شاء الله، وتزداد عندنا الهمة وننطلق في واجبنا في الحياة ونصدق مع الله في باقي الأعمار. الله يثبتنا وإياكم في ديوان أهل القبول لديه وأهل الوفاء بعهده وأهل الصدق معه وأهل الحشر في زمرة حبيبه محمد. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وكان يرى بعض الصالحين كانوا موقف القيامة والنبي هود يقول يا رسول الله وناس من أمتك كانوا يترددون إلى شعبي وإلى داري من أجل لا يزورون، تاذن لي أشفع فيه أن رأس الشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وأمته هو حق بالشفاعة فيهم، ولكن بإذن منه صلى الله عليه وسلم يقول أتأذن لي أن أشفع في هؤلاء، أتأذن لي أن أشفع في هؤلاء، وهكذا. ومن ذا الذي يشفع عنده إلا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لكل قوم هاد ولكل أمة النبي وهو أحق بالشفاعة فيها من غيره، والله يشفع من شاء في من، ونسأل الله أن يشفع على الشفاعة المقبولة لديه من النبي محمد والنبي هود والمحبوبين في صلاح قلوبنا وقلوبكم، وفي أخذنا النصيب الوافر من هذه الليالي. افتتحنا مجالس التذاكر في الدعوة إلى الله هذه الليلة، وبقيت معنا تأتي إن شاء الله الليالي الباقية. اللهم اجعلها سلما نرتقي به إلى مراتب القرب من حضرتك والفوز برضوانك والظفر يا ربي بغفرانك وعفوك وعافيتك. اجعلنا ممن تجزيهم أحسن ما عملوا، وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. آمين يا الله. وكلنا إليك نتوجه ونسألك ونلح عليك في المسألة أن تتفضل علينا بكرمك الواسع في هذه الليالي، وأن تشرق في صدورنا وقلوبنا نور معرفتك المتلالي. يا الله أربطنا بحبل الصدق وارزقنا التمسك بالصدق، ارزقنا الصدق في أقوالنا والصدق في أفعالنا والصدق في أحوالنا،
ارزقنا الصدق في إسلامنا، وارزقنا الصدق في إيماننا، وارزقنا الصدق في يقيننا، وارزقنا الصدق في الوجه إليك، وارزقنا الصدق في قصد وجهك الكريم، وارزقنا الصدق في الوفاء بعهدك. آمين آمين آمين. يا من يجزي الصادقين بصدقهم ألحقنا بالصادقين، وارزقنا محبة الصادقين، وارزقنا الصدق في كل شان وحال وحين، بحق حبيبك عليك اجعل ما بقي من أعمارنا في الصدق لا نحيد عنه يا الله، حتى نلقاك صادقين وتحشرنا مع الصادقين وتلحقنا بالصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. عقدت هذه المجامع ليسترحم لكم وليتطلب عطفه لكم وليتحنن عليكم وليجود جل جلاله وليتفضل سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسترحمك فارحمنا، وانظر إلينا وارأف بنا، وقربنا إليك زلفا. يا ربي قد ضمن الاجتماع حيث اجتمع كثير من أصفيائك وأوليائك، فجد علينا بجود من عندك تنوير به كل قلب منا، تصلح لنا الحس والمعنى يا الله. لك نظرات تحول بها من كان خارج الصدق في لحظة إلى مراتب كبرى في الصدق مع الصادقين يا أكرم الأكرمين. وأيدينا إليك امتدت ولما عندك أملت وفي جودك رغبت، وقد شرفتها بذلك ولو أهنتها مددتها إلى غيرك وسواك. فيا من شرفتنا بمد أيدينا إليك اجعلنا من المقبولين لديك. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك 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 يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا ربي خائبة، فلا تردنها يا ربي خائبة، فلا تردنها يا ربي خائبة. فبحر جودك يروي كل من يريد، كل الذي يرجون فضلك أمطر، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي، وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلعي، حاشا الكريم يردهم عطشا، وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي، كل الذي يرجون فضلك أمطر، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. قلب كل واحد منا لا مربع لا تبقه هشيمة، وهب له نورا مبينا، خيرا عظيما، صدقا كريما، ثبتنا صراطا مستقيما يا الله. طلبناه بتوفيق وسألناه بفضل علينا. أنتم تعرفون الكريم ما يصنع بمن وقف على بابه ومن لاذ بأعتابه. لا إله إلا هو. توفي بعضهم فصلوا عليه، فرأى بعض أصحابه ما فقال الأعرابي اللي صلى معكم أمس غفر الله لي بدعائه. راح دور للأعرابي حصل في السوق، قال إيش قلت لما صليت معه؟ قال أنا جاهل ما أعرف. جاهل ما إيش قلت؟ قال شفتكم تصلون تدعون وأنا ما أعرف. قلت يا رب لو كان هذا ضيفي لذبحت له ناقتي هذا، لكن هو ضيفك الآن أنت. قال لو كان لعندي جاء بذبح له الناقة كرام وصلى عندي، لكن هو صلى عندك ذا الحين، فأنت إيش بتعمل؟ فرحمه الله بكلمة هذا الأعرابي. وقد وقفنا على باب الكرم والجود، تحت باب الرجاء وقفت بذلي، فأغثني بالقصد قبل المنية، والرسول الكريم باب رجائي، فهو غوثي وغوث كل البرية، فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية، واجمع الشمل
الجمله في سرور ونور وابتهاج بالطلعه الهاشميه. اللهم اجمعنا غدا في زمرته واوردنا على حوضه المورود يا بر يا ودود يا الله. نعم من طلبتم ونعم من سالتم ونعم من دعوتم وهتفتم باسمه، ونسال ان يفتح باب كرمه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اكرمنا بما انت اهله في الدنيا والبرزخ والاخره بسر الفاتحه الى حضره النبي محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. سلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدي والتناهي. كثيرا دائما محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.